مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة عين دياب. رجال الامن تمكنوا من ايقاف واحد المراهقين اللي كيدوروا بالسكيات وكيلزقوا في طوموبيلات وكيشكلوا خطر على نفوسهم وعلى مستعملي الطريق. يقدر الله يسر يكون لاصق في شي طوموبيل ويزلق ويطيح ودوز عليه شي طوموبيل اخرى من اللور، فردوا بالكم لولادكم عافاكم. فالبوليس راهم داوهم للدائره ديال اللي كاينه هنايا، انا داك المخفر ديال الشرطه، تما غيديروا معاهم الاجراءات القانونيه، عيطوا لوالديهم انهم هابطين بالسكيات وكيلصقوا في الطوموبيلات. يعني الدائره اللي ولات غريبه وخطيره هنا في كازا، كيشريو لي رولر وكيلصقوا في السيارات، يعني كيلصقوا في الخلف ديال السيارات، هادشي اللي كيشكل خطر عليهم وعلى رجال الامن تمكنوا من الايقاف ديالهم وداوهم للدائره، زياده على ايقاف هاد الدراجات الناريه اللي كتشوفوا دابا قدامكم. فبرافو لرجال الامن لانهم موفرين الامن والامان لجميع المواطنين المغاربه، زائد حمايه من الدرجه الاولى لجميع المواطنين، لان مواطن غادي في الطريق وواحد لاصق ليه في اللور بلي رولر، علاش كيقلب؟ كيقلب على المشاكل. فالوالدين ديالهم خصهم يعرفوا هادشي اللي واقع، وكنتمنى على انهم يردوا البال لوليداتهم. كاين اللي شاريه لولدها لي رولر ب 500 درهم 600 درهم وما عارفاش شنو كيدير بهم، راه كيهبط لعين دياب وكيبقى يلصق في السيارات، وهادشي اللي كيشكل خطر عليه وعلى مستعملي الطريق. البوليس ما كيتسالوش بحال هاد الامور، حيدوا لهم السكيات وداوهم للمصلحه ديال الامن اللي كاينه هنايا، ثم غيديروا معاهم الاجراءات القانونيه. فالله يدير شي تاويل ديال الخير، نتمنى على انكم تبارطاجيو هاد اللايف باش يوصل لجميع الامهات والاباء اللي شارين لوليداتهم لي رولر، كيقلبوا لولادهم على المشاكل. بغيتي ولدك يلعب شري لي لي رولر وخليه حداك، يعني هبط لدربهم ما يهبطش لعين دياب، هبط لعين دياب بقى يلصق في الطوموبيلات راه كيقلب على المشاكل. بغى يهبط يقصر في النيفادا ولا في بلايص، كاينين بلايص ديال تقصار بلي رولر، سير اخويا ولعب وما يهضر معاك حتى واحد، ولكن باش تلصق في الطوموبيلات راك غتجيبها في راسك، كيف ما جابوا هاد جوج ديال الدراري جابوها في راسهم. الله يهدي الوليدات، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. والامن ما كيتساهلوش بحال هاد الامور، يعني فاش كيشوفك كتعرض سلامتك للخطر فراه يطبق معاك قانون. فغادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، نتمنى على انكم تبارطاجيو باش يوصل للامهات والاباء اللي كيتصروا وليداتهم، كيشريو لهم لي رولر كيقول لي سير هبط اولي، وما كيعرفوش شنو كيدير بهم. اما الدراري اللي كيلعبوا في دربهم وكيقصروا في البلايص اللي مسموح فيها بالرولر، هذوك ما عليهم والو. ف ردوا البال لولادكم، الله يرحم الوالدين، ردوا البال لولادكم، ردوا لهم البال، ونتلاقاو في بث اخر ان شاء الله، تبقاو على خير.